مثل ما تابعنا فرح بالمادة السابقة 23 تموز عام 1960 يوم وثق لتاريخ انحفر بأذهان السوريين وكان علامة فارقة بمسيرة الأعلام السوري اللي كان له الدور الريادي على مستوى المنطقة بخبرات وكوادر وطنية. اليوم تاريخ من العطاء حاضر معنا وشاهد على حقبة زمنية شملت الرعيل الأول من المؤسسين. أكيد سلمى عم نحكي عن قامة إعلامية متميزة صاحب بصمة إبداعية تجلت معالمها الأولى في إذاعة دمشق منذ خمسينات القرن الماضي ليكون من الذين أطلقوا الشرارة الأولى للتلفزيون السوري. صباحنا غير لليوم أكيد رح يكون مميز مع الإعلامي الدكتور محمد قطان. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا فيك، نورتنا اليوم. يا صباح الخيرات، وانتم منورين كمان بهالاداء الجميل وهالحضور الاجمل. يسعد صباحك دكتور، يعني هي شهاده لنا اليوم تكون حضرتك موجود معنا وتعطينا هي الشهاده هيك ببدايه الحوار، هي اكيد بنعتز فيها. يسعد صباحك. يعني نحن اليوم حبينا نبدأ صباحنا معك ونحكي مع حضرتك عن مسيرة طويلة كنت شاهد فيها، نستحضر معك لحظات من البداية لانطلاق التلفزيون العربي السوري بمثل هاليوم. يا سيدتي، الحقيقة أنا كنت مهيأ لواكب التلفزيون العربي السوري في بداياته. هذا الأمر باعتبار كنت طالب في تجهيز البنين الأولى، وحاولت أن أقترب من العمل الإعلامي اللي هو الإذاعة والإذاعة وميكروفون الإذاعة. أنا بعتبرها للمذيع، كنت هاوي أن أكون مذيعاً، هي المدرسة الأولى للعمل الإعلامي. المذيع الإذاعي والتعامل مع الميكروفون هي المدرسة الأولى. قادتني التجربة وحظي إلى أن أكون في تلك الفترة معداً لبرامج الأطفال في إذاعة دمشق عام 1955. كان مدير الإذاعة أحمد عسي، وكان المشرف على برامج الأطفال أستاذي في تجهيز البنين الأولى الشاعر الفلسطيني أبو سلمى عبد الكريم الكرمي، هو المشرف، وكتبت بعض البرامج. انطلقت في إذاعة دمشق معداً لبرامج الأطفال، مشاركاً في برامج الطلبة، ومشاركاً في مجلة الإذاعة التي كان يعدها الحقيقة العملاق القامة في تلك الفترة فؤاد شحادي. ثم هيئت لأن أكون مذيعاً لأمريكا الجنوبية للجالية في تلك الفترة من خلال أستاذي رحمه الله الإعلامي الكبير الأمير يحيى الشهابي. لذلك يوم بدأ التلفزيون العربي كنت مواكبا له، قد أكون لم أتقدم أو لم أقرأ أول ظهور على التلفزيون العربي السوري باعتبار الأستاذ سامي جانو والأستاذ مروان شاهين وزميلي في الدراسة على مقعد الدراسة قردون المالح بدأوا هذا العمل، لكن واكبت هذا العمل إلى أن استطعنا من خلال هذه المواكبة الميدانية أن نتقدم بمسابقة إلى مسابقة عام 1962 بمسابقة رسمية كان فيها المئات يومها، طلعوا 4 من المذيعين. أنا محمد قطان رحمه الله مهران يوسف، ومذيع لم يستمر طويلا اسمه أحمد زين العابدين، والمذيعة التي تألقت فيما بعد فاطمة خزندار، كانوا مع هذه المجموعة. طبعا إجا فيما بعد بعض المذيعات وصار في إلهم دربة مثل ماريا ديب معمار ومثل فريال جلال سعاد دباع، هدول فيما بعد انطلقوا في هذه المرحلة. في الحقيقة بدي صحح هون، البدايات في التلفزيون العربي السوري كانت متواكبة تماما جنبا إلى جنب إلى بدايات التلفزيون في مصر أيام الوحدة، الانطلاق كان واحد. لذلك كان يسمى في تلك الفترة التلفزيون العربي، لم يكن يقال لا السوري ولا المصري خلال فترة الوحدة، لكن الفخر فيه بأنه من أول التلفزيونات التي انطلقت في المنطقة العربية. الحقيقة بكادرات، صحيح أنها لم تكن مؤهلة بحيث دخلت دورات ولا قامت بعمل إعلامي، لكنها كانت قامات إذاعية. هذه الكوكبة من الفنيين ومن الإعلاميين الذين واكبوا هذه المرحلة
في بدايات التلفزيون العربي السوري أو التلفزيون العربي بالبداية كانوا مؤهلين، كانوا قامات إعلامية في إذاعة دمشق، انطلقوا وبدأ الانطلاق في موضوع التلفزيون العربي السوري الجميل الرائع الذي يعني نعيش أيامه الآن، مذيعيه الجدد الذين نتمنى لهم كل نجاح وتألق، لأنه نجاح هو نجاح للبدايات واستمرار. تماما واستمرار لهذا العطاء الرائع في تلفزيوننا الذي نعتز به جميعا، التلفزيون العربي السوري. ما شاء الله دكتور، يعني محطات كثير كبيرة ويمكن مسؤوليات حضرتك شغلتها وذاكرة طويلة، إذا بدنا نقعد نسترجع يمكن بدنا ساعات طويلة، لكن خلينا نحكي عن المسيرة المهنية اللي شغلتها حضرتك من رئيس شعبة التنفيذ والمذيعين إلى رئيس دائرة البرامج الثقافية بالتلفزيون ومدير إذاعة حلب ومدير برامج التلفزيون ومدير التلفزيون ومدير عام المؤسسة العربية للإعلام، أبرز المحطات بهالمرحلة دكتور خبرنا عنها. الحقيقة أبرز المحطات في هذه المرحلة هي البدايات، أجمل المحطات هي البدايات. صدقيني وأنا مذيع كنت أعتز بعملي، أن أسمى رئيس شعبة التنفيذ والمذيعين يعني شيء ينعش الفؤاد ويثلج الصدر. ليش؟ لأنه الهواية المتأصلة في العمل الإعلامي وليس الإداري، الإداري فيما بعد، لكن هذا الإداري المتمكن إعلاميا قادر على أن يعطي الأجيال العطاء الأكمل يوم تنطلق مع هذا التلفزيون. بالبداية رئيس شعبة المذيعين، المذيعين معروف شو شعبة المذيعين، مذيعين ومذيعات. موضوع التنفيذ لأشرح للسادة المشاهدين هو أن يواكب من يشرف ويسمى رئيس التنفيذ قبل ساعة بيحضر من انطلاق افتتاح التلفزيون، وكان الساعة 6 مساء يومها ببعده الأكثر من التوقيت حتى الساعة 11 مساء بحيث يختتم بموجز من الأنباء. إذن بيفتح الساعة 6 ويختم في الساعة 11 مساء بموجز للأنباء. هالفترة الزمنية كانت ممتعة جدا طبعا، انعكست الحقيقة، أنا بسميها إيجابا على كل مذيعة ومذيع في تلك الفترة، لأنه أنا وصرت مدير برامج وصرت مدير تلفزيون، كنت الحقيقة أحاسبهم ما بدي أقول حساب عسير، لكن حساب لمصلحتهم. يعني أنا بحاسب على اللباس، بحاسب على الأداء، بحاسب على اللغة العربية. لماذا هذا التلفزيون العربي السوري اللغة العربية تبنتها سوريا قبل أي أمة عربية كأداء وكمتابعة، الهندام، اللباس إلى آخره، يعني حتى يواكب هذه المسيرة في التلفزيون العربي السوري. طبعا يوم صار الإنسان مدير للتلفزيون بصير بتابع البرامج وبقدم برامج. قبل حتى تكوني بالصورة قدمت برامج أنا عدد كبير، أنا بقول حوالي خلال 20 سنة من عملي حتى وأنا مدير تلفزيون حوالي 25 برنامج. أبرزها كان عندي برنامج للهواة، أول برنامج في الوطن العربي للهواة، وكان بتلك الفترة الحقيقة بشكلين، نحن لجنة موسيقية كان يرأسها رحمه الله الموسيقي الفنان صبحي جارور كان اسمه. اللجنة كانت مؤلفة من سهيل عرفة، إبراهيم جودة، عبد الفتاح سكر، أمين الخيار. هذه اللجنة الحقيقة بتفحص المذيعين والفنانين وبالتالي يصل منهم الأكفاء. مين وصل في تلك الفترة؟ اسم لامع اليوم، اسمه صفوان بهلوان. هذا كان أحد الأشخاص الذين نجحوا في برنامج الهواة. قدمنا مجموعة من البرامج كمان كثيرة، اعرف مهنتي، برنامج الباب المفتوح، ساعتين على الهواء مباشرة بيطلع. كان بنفس الوقت هناك برنامج اسمه أوائل الطلبة. أوائل الطلبة مسابقات بين طلاب وطالبات. اخترنا وقتا لهذا البرنامج المادة التي تعرض به كأسئلة هي مادة الكتب المدرسية في البكالوريا، مجموعة من الطلاب، مجموعة من الطالبات.
والحقيقة غطينا عدد كبير من مدارس دمشق. انتقلنا ولأول مرة كان في سوريا سيارة واحدة للنقل، الآن في عدد كبير من السيارات للنقل، سيارة واحدة، وبصعوبة استطعنا أن نأخذها إلى حمص، وعلى مسرح إحدى المدارس أقمنا هذا الحقيقة البرنامج. شوفي هالملاحظة الرائعة، في يوم من الأيام وتمر الأيام وتمر السنون، واحدة من المذيعات القدامى في الإذاعة اسمها نهلة السوسو، هذه المذيعة القديرة الأديبة تقول لي، كيف نتوجه لها بالتحية؟ نعم نتوجه لها بالتحية والحب والاحترام. تقول لي: أستاذ محمد، هل تذكر يوم أتيت إلى حمص وأقمت مجموعة من اللقاءات بين الطلاب والطالبات في السبعينات؟ أنا واحدة منهن في تلك الفترة. تعثرت يمكن في الإجابة لأني كنت أنظر إلى المذيع كيف يتحدث، كيف يقول، كيف يجلس. هذا المذيع نجم كان في تلك الفترة بالنسبة لتلك الفترة الزمنية. نحن الحقيقة في شغلات إضافة للبرامج اللي قدمناها، في تغطية كان لحلب، حلب كان فيها الحقيقة أمران هامان في العطاء الاقتصادي والمالي لسوريا. في شيء اسمه كان سوق الإنتاج الصناعي الزراعي. شو هو سوق الإنتاج الصناعي الزراعي؟ عبارة عن معرض لكنه محلي في حلب يقام، كنا نغطي أنا بالحقيقة سنويا. إضافة إلى ذلك كان في شيء اسمه بتلك الفترة مهرجان القطن، كمان باعتبار القطن ثروة هامة وأساسية واقتصادية لسوريا، تقام لها المهرجانات في حلب، كنا نغطيها هناك. هذه مجموعة البرامج تقريبا اللي أقمتها في تلك الفترة. يعني دكتور، بما أنه حضرتك حكيت يمكن عن بعض خلينا نقول المهرجانات أو النشاطات اللي تميز التلفزيون السوري بتخطيطها، خلينا نرجع كمان بالذاكرة ونحكي عن تدشين سد الفرات، وأيضا مهرجان برلين للشبيبة، ودورة المتوسط الرياضية. أكيد كان في تميز، نحكي شوي نسترجع بالذاكرة هي التغطيات المتميزة. الحقيقة حضرتك عم تذكريني بأهم الحقيقة مقاربات وعطاء قدمته في تلك الفترة. مهرجان الحقيقة برلين كان مهرجان للشبيبة والطلبة، أقيم في برلين في تلك الفترة، واكبوا مو شباب وطلاب فقط من بلادنا سوريا، لأنه كانت بلادنا ولا تزال مهيئة شبيبيا ومهيئة طلابيا من الطلائع، تبدأون تعرفون هذا، من الطلائع حتى الشبيبة حتى الطلبة، فكان لهم الأثر الكبير وإعجاب الحقيقة الطلبة والحضور في برلين في تلك الفترة بشبابنا وعطاءاتهم وما يقدمونه من نتاج إيجابي مثمر بناء في تلك الفترة. مين واكبنا في تلك الفترة؟ واكبنا عدد كبير من الأدباء والفنانين. أذكر من الأدباء على رأسهم الله يرحمه الشاعر الكبير سليمان العيسى، كان معنا وترك أثر وبصمة كبيرة. كان معنا الدكتور صابر فلحوط، غسان الحي الرفاعي الصحفي المعروف، وكثر من هؤلاء. وهون دكتور يمكن بأنه عم نحكي عن هاي الأسماء والشعراء الكبار، ما فينا نحكي إلا عن اللقاء مع الشاعر الكبير نزار قباني، كان كمان بالسبعينات. فلما بنحكي عن هيك لقاء، شو أكثر شيء يمكن بيستحضر، شو أكثر شيء بتتذكره ببالك؟ يا سيدتي، الشاعر نزار قباني الحقيقة أحد الشعراء المجلين، أقول ليس في سوريا العربية وإن في الوطن العربي. أذكر تماماً يوم التقيت به في لقاء مطول، ارتجيت، وكان مثل ما بتقول المذيعة وأنتوا عم تشعروا بالبداية يدق قلبي، أنه هذا الشاعر أديب وشاعر كبير ومثقف ولديه دربة أدبية يعني الحقيقة رائعة، فريحني وقال دعني أبدأ بقصيدة شعرية، وقدم وتحدثنا يوما عن الشعر وأهميته وجماله وما قدمه هو من قصائد متحدثا عن سوريا عن بلدي
وجمالها وطبيعتها، متحدثا عن المشاعر الذاتية للإنسان، متحدثا عن المواقف الوطنية، مواقف الإباء والشمم والشموخ أيضا لسوريا العربية. شاعر كبير الحقيقة، انطلق الحقيقة في هذه المقابلة الرائعة التي أعتز بها، والتي أذكر أنها نقلت وسجلت، أذكر أنها سجلت في التلفزيون العربي السوري، وأتمنى أن تكون بقاياها موجودة لنستمع إليها. نحن في تلك الفترة من الزمن بالمناسبة، وقت قلت أنا كنا نطلع على حلب، ما كان في شيء اسمه كاميرا فيديو في تلك الفترة، كان في اسمه كاميرا أوريكون اسمها. شو هو الأوريكون؟ عبارة عن شريط سينمائي مسجل عليه شريط مغناطيسي. هذا الشريط السينمائي هو الذي يعطي صوت وصورة لمقابلة، مقابلة مدتها 10 دقائق، بتقعد بين 30 دقيقة وال 45 دقيقة، انقطع الصوت، لا بيسمع مهندس الصوت، وهون قدامنا الأستاذ مهندس الصوت عم يسمعنا، بيسمع بيغير ستوب ستوب قاعد ستوب قاعد، ما طلع الصوت منيح، خلي الضيف يعلي صوته شوي، يقرب الميكروفون، الميكروفون مو حساس، يقرب الميكروفون، يعني وسائل كثير بسيطة كانت. لكن ننقل نحن على الهواء. ليش كان جميل جدا؟ خرجنا من الاستوديو بهذه الكاميرا اللي اسمها أوريكون، طلعت من الاستوديو إلى حلب، إلى أكثر من محافظة. أذكر بهذه الكاميرا بالذات والله أحد الحقيقة رواد انطلاقة سوريا واستقلالها، سلطان باشا الأطرش، في قريته بقرية سجلنا بهذه الكاميرا حوار مدته ساعة، جميل ورائع، ما كان في فيديو بهذيك الفترة، وسجلنا مجموعة من اللقاءات من خلال هذه الكاميرا الحقيقة الرائعة الجميلة. أكيد دكتور، ونحن عم نستحضر معك هاي الذكريات، أكيد ما فينا إلا ونمر كمان على مرحلة مهمة كتير، وهي دخولك إلى عالم التدريس بجامعة دمشق قسم الصحافة، وقتها كان قسم، وفيما بعد كلية الإعلام. نحكي عن هاي المرحلة وهي الخبرة أكيد اللي مديت فيها جيل كامل من الإعلاميين. يا سيدتي، أنا أعتز بهذه الفترة، أعتز كثيرا، أعتز لأنه قدمت لطلبي معلومات أعيشها وأعرفها وأتابعها، وقد حققت نجاحات فيها. كان في قسم بجامعة دمشق اسمه قسم الصحافة والإعلام بجامعة دمشق، أذكر تماما كانت ترأس هذا القسم الدكتورة فريال مهنا، من وجه إلى تحية أكيد. أينما كانت نتمنى لها طولة العمر والصحة، نتمنى لها لأنه رائعة الحقيقة، ومدققة ومتابعة ومثقفة وقادرة على العطاء في هذا القسم الهام والأساسي في تلك الفترة. أعطيت أولا مادة اللغة العربية، مادة اللغة العربية الحقيقة أساسية في عمل الإعلامي، أساسية جدا. ثم أتبعت بمادة الحضور والأداء والإلقاء وتقطيع النص وطبقات الصوت، إلى أن تذكرت كان في عنا الحقيقة بتلك الفترة مجال لأنه نرشح ناس من أساتذتنا، وأذكر أنني رشحت أستاذي الأمير يحيى الشهابي ليكون الحقيقة مدرسا لمادة الإلقاء فقط في تلك الفترة، وكانت سعيدة الدكتورة فريال. أنا أقول هنا وأسمي، أنا أعتز اليوم بعد مرور سنوات طويلة بين 1983 و 1995، والآن نحن في 2000 وكذا، في التسعينات درست طلاب، أفخر الآن في 2017 انهم انتقلوا الى قيادة التلفزيون العربي السوري، الأستاذ عماد سارة، الأستاذ صالح إبراهيم، الأستاذ معد عيسى، هؤلاء من طلابي الذين أفخر وأعتز بهم، وكثر من الإعلاميين والمذيعين والمذيعات الذين يعملون الآن ولا مجال لذكرهم. هذا العطاء لأناس أعطوا وقدموا واجتهدوا ثم وصلوا إلى مواقع كانوا يستحقونها، تلك التي يمارسونها الآن.
أتمنى لهم مزيد من النجاح والتألق. أكيد يعني دكتور الوقت للأسف ضيق، يعني يمكن قد ما حكينا وقد ما طال الحديث يمكن ما بنوفي جزء بسيط صغير من هي المسيرة المهنية والتاريخ الطويل والذكريات اللي يمكن كلياتنا مبسوطين فيها ومتدخلين، وفعلا عم نرجع كتير وقت لورا بإن كان بالأدوات بالزملاء وبالإنجازات وبكل شيء. نحن كتير بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، نورتنا بهالصباح، شكرا كتير لك. أنا بدي أقول كلمة أخيرة. تفضل. أنا أقدم الآن كلمة صغيرة لمذيعات القناة الإخبارية، أقول لهم نفرات من ياسمين دمشق وأريج الفل وعبق ولون الوردة الدمشقية، ومن تألق إلى تألق، والنجاح لكن جميعا ولتلفزيوننا العربي السوري بإذن الله. أكيد شكرا كثير لوجودك معنا دكتور، شرفتنا اليوم، وأكيد بدنا نوجه تحية لكل الزملاء بالتلفزيون العربي السوري، تحية كبيرة، ومستمرين أكيد على العهد ودائما بننقل الحقيقة برغم كل ظروف الحرب، حتى لو رجعنا للبداية بالأدوات رح نضل مستمرين. شكرا لوجودك معنا. هذا يوم تاريخي، عيد التلفزيون العربي السوري. قديش قلتوا المدة؟ 57 عام يحمل على كتفه هذا التلفزيون. أكيد. أتمنى له التألق ومزيد من النجاح، لا سيما في هذه الظروف الهامة، القادر تلفزيوننا على أن يتجاوزها في هذه المحنة القاسية. شكرا كثير لك.